السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. أكدت لجنة النزاهة النيابية اليوم الأحد أن حكومة كردستان لن تتمكن من تسليم إيرادات إلى بغداد. وقال عضو اللجنة علي تركي في بيان أن أقليم كردستان تماطل في تسليم إيرادات النفط إلى الحكومة الاتحادية، ونحن ندعو بغداد لمساءلة حكومة أربيل وتحميلها مسؤولية تبديد ثروات العراق. وأضاف أن الإقليم لم يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية ووزارة النفط بتسليم واردات النفط إلى بغداد. وأشار تركي إلى أن هناك تنصل من حكومة الإقليم تجاه القرارات المركزية التي تصدر من بغداد، وعليه لابد من مساءلة حكومة إقليم كردستان، لافتا إلى أن حكومة إقليم كردستان لا يستطيع تسليم واردات النفط المباع للحكومة العراقية كونها باعت نفطها مقدما إلى تركيا.